بتاريخ 25/3/2011 انتفضت دير الزور من جامع يسمى جامع عثمان بن عفان. كان شباب مثقف من مدينة محسن قد خرجوا من ذاك الجامع ينتصرون لدرعا، ومن ذاك اليوم مدينة محسن حالها حال كل المناطق الثائرة في سوريا، نالها نصيب من الخراب. حسبي الله ونعم الوكيل، حتى المساجد دور العبادة لم تسلم من هذا القصف الهمجي. نحن الآن في مسجد الكوثر الذي تعرض للقصف من قبل طائرات النظام، وبفضل من الله ومنته تم إسقاط هذه الطائرة التي قصفت هذا المسجد، وكانت أول طائرة ميك تسقط. دمار انتقم به النظام من المدينة على ما قامت به، فالحرية أصبحت الهواء الذي تتنفسه مدينة محسن، لذا عمد النظام على قصفها وبوحشية بالطائرات والمدفعية واقتحمها لمرات عديدة حتى تحررت منه كأول مدينة تحرر في سوريا، وهي للأبد النظام الأسد. نحن في مدينة محسن تعرضنا لقصف كثير، وتم تدمير أكثر من مكان، وتشردت عوائل كثيرة، واستشهد ناس كثيرين، لكن راح نظل صامدين وتحقيق النصر إن شاء الله. مدارس المدينة أصبحت خرابا متناثرا جراء قصف الطائرات لها، وساحات المدينة دكتها مدافع النظام الجاثمة في مطار دير الزور. المركز الثقافي ومبنى التنمية الريفية ومبنى البلدية وغيرها كلها أصبحت أثرا بعد عين، فقنابل الطائرات جرحتها وكسرت أطرافها، لكنها لم تسكت صوت الحرية فيها. مدينة من ورائي كانت الصرخة الأولى في ثورة محافظة دير الزور، وما زال أهلها يصرخون بأعلى صوتهم: الشعب يريد إسقاط النظام. كان معكم ربيع حميدي من مدينة محسن.